اليوم سمعنا خبر صار بالنسبه للرياضيين الجزائريين بانك راح تكون عياده متنقله حتى تشرف فيها ليان تبكى طبيبه بالنسبه للرياضيين في العاب اولمبيه كبيره اسمها باريس. شوف احنا الرياضيين عندهم قيمه كبيره في قلبنا، وكما رايحين للالعاب الاولمبيه كما تعرفوا في كل الالعاب الاولمبيه في لو فيلاج اولمبيك كاين عياده وكاين كل شيء، لكن احنا عندنا شويه حب الوطن وشويه النخوه ما نحبوش الرياضيين تاعنا يروحوا يداويو يديروا لاشان باش هكذا كي يديروا بتيت سيونس ولا ميم كونسلطاسيون. دينا الطقم الطبي كامل متكون من المتحدة، هي الطبيبة الوحيدة، وصح جي ساكريفي ان ميدسان بور بروندر اون سيكولوج دو سبور بريباراتريس مونتال، خاطر كيما تعرفوا الرياضي فيه الجسد وفيه الذهن، واذا كان ماهوش مليح في سور البلان مونتال ما يقدرش يمد لا برجليه ولا بيديه. دونك وعندنا 5 كينيزي ثيرابوت منهم امرأة، ما يخفاكمش عندنا الرياضيات ومن الافضل تكون المراه اللي تتكلف بهم. هذا من ناحيه الطاقم الطبي. من ناحيه كما قلت لك نحبوا احنا الرياضيين تاعنا يداويوا بكل ارتياحيه، وفي هذا النطاق اللي رانا رايحين نديو صح عياده متنقله باتم معنى الكلمه. قلت لي انه في الكواليس هذه النخوه ما تخليش ها هذه هي النخوه ما يديش الشان ويحوس هذوك للبلدان اللي مساكن ما عندهمش الامكانيات، لكن الجزائر كما نعرفوا عندها كل الامكانيات وفوق الامكانيات عندها شويه لا فيغتي، وهاد لا فيغتي هذه ما لازمش تروح خاصه في الالعاب الاولمبيه بباريس. لازم نبينوها بانه نحن اهل قوم واهل احنا قادرين عليها. والرياضيين ما يكونوا مرتاحين يكونوا عندهم لي سيونس دو ريكوبيراسيون تاعهم بعد لي زونترينمون لي سوين كونت سي نيسيسير. الحاجه اللي يطلبوها راهم يصيبوها في العياده من كونسومابل كيما الادويه لو بارافارماسيوتيك. شرينا دو ماتيريال دو بوينت اللي نشوفوهم غير في الدول المتقدمه، وبهذا بديت مام حتى لامبيدونس ميتر باش هكذاك نعسلهم من ناحيه ليدغاتاسيون لا ماس غراس لا ماس ماغر، خاطر هاد الاشياء هادو يقدروا يديروا دي بوتيت بليسور اللي يقدروا يجن الاتليت. وقلت لي في الكواليس انه بزاف ناس ما تعرفش واش معناتها عامل بسيكولوجي طبيب نفساني يلعب دور كبير في منافسات كبيره. شوف العامل النفسي لكل انسان مهم، لكن الرياضي وبأخص رياضي النخبة ليكون يشارك في منافسات دولية فيه كاينين اللي ما يعرفوش يسيروا لو ستريس اللي يكون عندهم، كاينين اللي يخافوا، كاينين اللي راهم راح يشاركوا في الالعاب الاولمبيه للمره الاولى. احنا ما نخليش هذا الفولي هذا بدون سون سويفي سون كونترول، خاطر نحبوا نخليوا الرياضي يكون مرتاح من كل الجوانب سواء الجانب الجسدي ولا الجانب النفسي. واش تقول للرياضيين الجزائريين اللي راح تلافقيهم ان شاء الله طيله الالعاب الاولمبيه؟ احنا رانا هنا ليكم وانتم راكم للشعب باش تفرحوه. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.